بدوره أيضا قدم نيافة الحبر الجليل لأنبا أرمية الأسقف العام رئيس مركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة ميسات التهنئة لرجال الشرطة المصرية في عيدهم كما هي أمام حضراتكم بمناسبة عيد الشرطة 69 25 يناير 2021. خالص التهنئة للشرطة المصرية في عيدها 69. الحقيقة شيء طيب جدا أن مصر كلها تنتفض لتحية رجل الشرطة وتقدير ما بذلوا. الحقيقة كمان التطور التقني يمكن هيجي الكلام عن ده في كلامنا في فقرتنا النهارده عن عيد الشرطة. التطوير التقني الرهيب اللي حصل في الشرطة المصرية وإعلام المواطن أولاً بأول بهذه الجهود الكبيرة أو معظمها، وجود صفحة للشرطة ووجود قنوات تبين للمواطن الجهد والتعب. الحقيقة أنا عايز أقول إنه صناعة الفرقة بين أي شرطة وأي جيش وأي أفراد شعب وأي أفراد حتى إعلام دي صعبة جدا في مصر. ليه؟ لأنه كل واحد من حضراتكم لو فتحنا التليفونات دلوقتي هيتكلم ويقول لنا على أسماء لستة طويلة من العيلة بتاعته في الشرطة المصرية وفي الجيش المصري، مجندين، ضباط، مراكز، ضباط صف، أفراد. فدي حاجة معناها أنه شرطة وطنية من قلب الشعب المصري، الجيش وطني من قلب الشعب المصري. عشان كده ما ينفعش أنه يكون يعني ما فيش هذا الترابط أو هذا التلاحم ما بيننا وما بين الشرطة المصرية.